هاي كيفكم؟ حلقة جديدة اليوم مثل كل أسبوع مهضومة ومتنوعة. الليلة ضيفة فنان مونولوجيست مهضوم، أكيد كلكم ناطرينه، ضيفة الفنان مارون نمنو. لفتني على الأسبوع على الإنترنت كلمة لبنانية، يعني اللبنانية بيستعملوها أكثر شيء، هي الإيد. مثلا بيقولوا لك إيده بيضة، يعني إله فضل إيده بيضة، إيده ماسكة، إيده خضرة، هدول خاصة اللي بيستعرضوا بالزرع، ايده طايله، هي بتنطبق يمكن على كل اللبنانيه، كلهم ايدهم طايله، ايده طويله. هيدي بعتقد اكثر شيء اكثر شيء اكثر شيء بيستعملوها للسياسيين، ايدهم طويله هالقد، ايده على قلبه هي وقت يكون خايف، ايده مالحه لما يكون بينزع كل شيء، ايده والكف، ايده بزنارك، ايد لورا وايد لقدام، هي كمان تنطبق على حدا. لا يلا، حلو لبنان والله، حلو لبنان. منبلش؟ منبلش. اول خبريه ما بعرف كيف بدي اخبركم اياها، ما بعرف كيف، بس ايه صارت، ايه صارت وعملها سمير، ايه ايه صارت وعملتها ستريدا. شوفوا، تورط حزب القوات اللبنانيه في مواقف رئيس جهازه الاعلامي شار جبور وصل الى حد تململ ناشطي القوات في تصريحاته، فلم تشفع لجبور الاعتذارات التي قدمها في العلن لستريدا جعجع وماشي ضياء. ووفق المعلومات، صدر قرار عن رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع بمنع ظهور جبور الاعلامي، وذلك بعد موقفه الاخير الذي نعت فيه المراه بالفاشله بالسياسه، وقد سمح له بكتابه بعض المقالات التي تنشر بعد خضوعها للرقابه الداخليه. لك برافو برافو يا مردين ربك يا سمير، برافو. شفت شفت هيدي الخبريه، هاي الخبريه شريت لك شي خمس خبريات من عندي من الحلقه اليوم، هاي لحالها يعني يعني هلا باقي كثير باقي كثير، بس هيدي وحدة يعني موان سانك، يعني تخيل قديش بعد فيه. بس والله تأخرتوا تأخرتوا، أنا بس صار لي، أنا شخصيا صار لي شي سنتين بقلكن هالشي يا جماعة، وجه الصحارة عم بدوركن وانتو ساكتين. تو وصلتوا لكلامي، أصلا انتو دايما متأخرين غريبين. لك هلا شو الحلو نحط المقالات قال بدهم يشوفوها ويراقبوها قبل ما يكتب، يا حرام يا حرام. بس شو الغريب، شو الغريب مخرج، شو الغريب؟ غريب انه شار جبور ما طنبز وزعل وصار يطلع على الجديد وسب سمير بالقوات مثل غير ناس. ايه هيدي لطشه، هي لطشه داخليه، هي لطشه داخليه. انه معقوله نبقى مع القوات، نبقى مع القوات؟ شو؟ اه لا مش قوات؟ اه بقطع خبر هون، خبر خبر قوات، خبر مش قوات؟ اه طيب، هي مليان اخبار القوات. طيب ماشي. الاسبوع الماضي دخل لبنان بجنس، نعم دخلنا بجنس. لا لا مخرج، هالمرة ما خص لا التبولة ولا الحمص، هالمرة دخلنا بجنس بأطول درج طبيعي. شوفوا الفيديو. يعني كان بعد ما قسنا تشتت كانون، عم حس عن جد الله بطل يحبنا، شتت الدنيا، وبدل ما تكون نعمه صارت نقمه، ومثل ما شفتوا طرقاتنا صارت ادراج. هيدي ماشي، هيدي كم فيديو كم صوره، شوفوا غير طرقات، بس عم كلس بيت مري، بتحسوا حالكم ديزني وورد، طلوع ونزول عم تركبوا بهيدي اللعبه. غير بلدان بيقتلوا حالهم، بيدفعوا فوقهم وتحتهم تيعملوا دراج، نحن بنهار واحد تحول بلد لاكبر درج طبيعي. شو مخرج؟ وين وزير الاشغال؟ هي ما بدنا نعمل مثل هوديكة، بدنا نكون شوي اوعى، يعني بالنهايه صار له سنه شوي الزلمه وزير، يعني ما فينا نحمله وزر عشرات السنين. البركه بيلي هلكونا انه عمر بنى تحتيه كلفت مليارات وطلعوا فوفاش، عرفتوا مين ما هيك؟ بس اصلا هيدي العاصفه ما وصلت، يعني ما وصلت قبل ما يكون في هدوء قبلها. ايه في هدوء تام كان، يعني يعني هدوء كتير 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 قوي. شوفوا حسيتوا بوستر للجزء الجديد من المسلسل العاصفة تهب مرتين، كان بعد ناقص يكتبوا بالصورة سيناريو وحوار شكل أنيس فخوري. شو هيدي هدوء قبل العاصفة؟ بس شيلوا كل شيء على جنب، سمير صاحب مبدأ، سمير صاحب مبدأ، يعني بالزمانات انقلب على فؤاد أبو ناظر، رجع انقلب على اللي حبيقة، رجع انقلب على ميشيل عون،
انقلب على الحزب بعد تحالف الرباعي، انقلب على القانون الارثوذكسي، لكن انقلب على سعد الحريري لما لقطوه بالسعوديه، وختامها مسك، انقلب على اتفاق معراب، ما قلت لكم صاحب مبدا. على سيره المبدا، شوفوا هيدا الفيديو. في 24 من يناير 1994 رأس الدكتور جعجع وفدا من القوات وهيئة الإنقاذ الكتائبية وتوجه إلى سوريا. طرح علي بعض الفرقاء اللبنانيين، يعني طرف طلب محسن دلون، قال ليش تروحش زيارة عند أبو جمال؟ في البعض الآخر كانوا ينصحوني أنه ليش ما تروح على عميد غازي كنعان بيعجع؟ قلت له أنه أنا العميد كنعان شخص أنه بحترمه. أول زيارة إجت للتعارف من بعد 13 تشرين 1990. بتتذكري سيد جيزال كيف كانت هيك كل مناطق عم تفتح بعضها، بلشتوا كل العالم عم تعرف على كل العالم. بتذكر وقتها ولي جملات عمل حفل وداعي للسفير الفرنسي ألا بأصل مختار، وبعد ندعم دغري كانت الحرب صار لانه جمعتها قاعده خاصه راحت يمكن ستريدا. ايه راحت ستريدا وقتها، ما راحت لانه الوضع الامني ما كان بيسمح. وكيف راحت ستريدا؟ مين امن الحمايه؟ ميشيل ميركل وزير الدفاع. تشوف الامور كيف كانت فاتت بعضها وقتها. وجاءت زيارة العميد غازي كنعان الثانية لغدراس أحد مقار الدكتور جعجع. كل وقت كان يقول لي على أنه هني طبعا غلط، نحن هني فايتين على لبنان مشان مصلحة الشعب اللبناني، وخصوصي مشان مصلحة المسيحيين في لبنان للحفاظ عليهم، وأنه هني ما بدهم إلا مصلحة الشعب اللبناني وكذا. كيف أخذت قرار أنك تروح على الإرداع؟ نحن هونيك قعدنا كرمونا منيح، يعني قعدونا بالمحلات اللي بيقعدوا فيها الوزراء اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين على أعلى مستويات. وصلنا لهونيك قعدنا، جينا عم نطلع، بيجي العميد غازي كنعان بيشنقلني وبيمشي معي طرفين على السياره انه كان بعيد شي 10 دقائق. نحن ماشي على الطريق، كان في عندنا شاب معتقلين وانه مشي جمعتين. قلت له في عندنا شاب اسمه بربر عيساخوري اعتقلتوني. قال لي خلص علي، ما بتلحق تكون صرت ببيروت تكون فلتني. وبالفعل هيك صار. لاحظتوا شو قال له؟ بعد اسبوعين طلعوا عند بعض وعزموا بعض. ايه طبيعي، ما كلكم اصحاب كنتوا، طلعت براس هالشهداء والشباب. لا بس وين ببين صاحب مبدا؟ صاحب مبدا الزلمه اللي ما طلع عند وليد جنبلاط كرمال دواعي امنيه، بس على سوريا راح عزة وما كان في دواعي امنيه. مثل هالايام عبكركي ما بينزل لان في دواعي امنيه وخطر امني، بس على السفاره السعوديه ما في مشكله وما في خطر امني. عم قلكم صاحب مبدا، بس ما خلص هون المبدئيه. مبدئيه ورتها لحزبه ولنوابه. شوفوا ب 14/12/2023 اتصالات مستمرة مع الكتل، وتوصلنا إلى صيغة موحدة لقطع الطريق على العركرة وتأخير التسريح بات محسوما سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة. بعد أقل من شهر ب 12/1/2024 إن الصلاحيات معطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة 57 من الدستور تنبثق عن منطوق اليمين الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة 49 كحارس الدستور يسهر على احترام الدستور. هيدي أسرع، هيدي أسرع، هيدي يعني هيدي بقى أقل من شهر برم هيك مخرج. هيدي لازم تدخل جنس مع هيديك. الكواليل جنبلاط داخل من وراء البرمة جماعة أصحاب مبدأ. كمان أسبوع الماضي عرفت خبرية أنه راح يبطل الفوتبول الرياضة الشعبية الأولى بالعالم. ايه مخرج خلص انتهى عصر الفوتبول، باي باي، في رياضة جديدة مش بس رح تسبق الفوتبول رح تكسحها. شوفوا بعد الاعتراف بها كرياضة السويد تنظم أول بطولة للجنس في العالم. شو؟ أنتوا خبروني أنا ما رح أحكي شيء. شو؟ ما حق أو لا؟ بركي بعمل دورة حكام، بركي بعمل حكم. حلو تكون حكم هيك، هلا فيك تكون مشترك كمان، بس يعني بس كيف يربح الواحد فيها ربكن عليم. والله هاي لازم الأو تي في ياخذوا الحق الحصري لهالرياضة. إيه والله تنكسح، خلوا الباسكت والفوتبول لهوديك نحن بنتسلى بهيدي. الاسبوع الماضي كمان لقط شخص حد عنتيني حد مقر الرئيس نبيه بري عم بصور طرقاته البنايات، حسب ما كتب انه عميل وشاكين بعمالته، بس الرئيس بري اخر همه. شوفوا شو قال لهم، بري لزواري ناويين علي من الثمانينات. ايه ناويين عليك من الثمانينات، كيف لكان؟ اصلا ما انت مجهول السكن والاقامه، ما في حدا بيعرف وينك. هلا هن فيهم يوصلوا لك بس ما بدهم. سامعوا هيدا فينا وفينا وبدنا وبدنا وفينا نفس الشيء، بس اكيد استاذ نحن ما بنرضى يدقك شوكه خاصه من الاسرائيليه.
تنشي بالتحقيق في كتير اشياء بدك تخبرنا اياها بكره. جايين على تحقيقات روق. في ناس عندنا بلبنان كبران الخس براسهم، كبران لدرجه يمكن بطلت خسه، صارت شو عرفني بركي شجره، ما بعرف. من هالاشخاص العظيم المناضل المقاوم رئيس حركه تغيير إلي محفوظ، ما يشوفه. انا اليوم اذا بيقبل يحاورني السيد حسن نصر الله، انا هلا بقعد معه بتحاور انا وياه. طب انت مينك تيحاورك ويستقبلك؟ الو ولك الو لا بده اياها، لا بده اياها. مينك انت تيحاورك اصلا السيد حسن؟ بس معلش معلش الزلمه، اذا ما نكون عارفين رئيس حركه التغيير، هلا اوكي ما فيها حدا هالحركه غيره، بس انه رئيس حركه شو مخرج مين ضم معه؟ مين؟ بسام خضر اغا؟ ايه يعني طنجره ولقيت غطاها. ايه بس لا، اذا بسام صار معه يعني صار لازم السيد يحاوره. بس اصلا السيد معجوق بشيء ثاني، نعم السيد عنده مشكله كثير كبيره مش قادر يطلع منها. الاف الشيعه بدهم يتركوه ويتركوا الحزب ولاقوا البديل، ايه لاقوا البديل للسيد، نفس الكاريزما، نفس الصدق، نفس الطله، واهم شيء نفس مستوى الحكي. نعم الشيعه عم بيزحفوا عند المنقذ الجديد، شوفوا مين هو. ليش حدا قادر يقول غير هيك؟ لي في حرية بهيدي البيئة حتى حدا يقول غير هيك؟ تليفوني بيشهد على مئات وآلاف الواتسابات وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام من ناس من قلب هالبيئة طاعوا خلصونا. من ناس يقولوا لي نحن مأيدينك ما بنسترجي نحكي بنختفي. عن أي بيئة عم نحكي؟ نحن مأيدينك ما بنسترجي نحكي، بس نحن مأيدينك. أنا بقول لك ليش مأيدينك؟ ما بيسترجي يحكوا، هي ازم ايدينك يعني. لا هم بيستحوا وبيخجلوا مش اكثر من هيك. هلا انت بدك تخلصهم؟ يعني هلا ما لقوا حدا ثاني تيروحوا لعنده؟ يعني لو حدا ثاني كنا قلنا بركي، بس انه انت يلجؤوا لك من قله الرجال سموا الديك توني ابي نجم يعني. تليفونه بيشهد قال لك انتوا بس مفكرين عند هوديك في توني ابي نجم؟ يا حرام يا حرام، التانيين كمان عندهم توني بس مسمى حلو غادي فرانسيس، ايه غادي ما غيرها غادي ايه بدها تسقط جبران باسيل من السياسه، والله هيك قالت، غادي قالت هيك شوفوا. جبران يوم مطبع ويوم مقاوم، ما عم فهم عليه انا صراحه، بده ايانا نغني للسلام، اذا انت ما عندك مشكل ايديولوجي مع الاحتلال، انا عندي مشكل ايديولوجي انك تشتغل بالسياسه. اذا مشكلتنا مع الاحتلال لفلسطين خاصه وانت ما خصك فيها، شغلتنا نشيلك من العمل السياسي. انت ما كان حدا عرف فيك لو ما جيت انت، انا الصوت المسيحي المعتدل المقاوم المشرقي اللي نجحك خطابك المعتدل العلماني الوطني، مش ناجح هيك والفرفورين اللي بيسبوا على تويتر. ميشيل عون وقفته مع المقاومه بكنيسه مرم خايل، وصلته على قصر بعبدا. على مين مراهن؟ اذا حزبك تخلخل لا جوا عندك قوه ولا علاقاتك عندك قوه ولا حلفائك بعض يثقوك، على مين مراهن؟ بدك تحمس العالم على بعضها ساعة طايفة تانية وساعة شارع تاني وحزب تاني، وبدك تسالم مع الإسرائيلي؟ أنا بدي أدعس هذا الخطاب بلبنان. هلا طبيعي عزيزتي ما تفهمي على جبران، يعني مش يعني خليكي بالليفل تبعك، عرفتي؟ يعني الليفل اللي تفهمي عليهم. ليكي إذا أنت عندك مشكلة إيديولوجية إنه يشتغل سياسة، نحن عندنا مشكلة إيديولوجية إنه بيقولوا عنك صحفية، بهبطة كثير عليكي لو عزيزتي توني ابي نجم. سوري عزيزتي عفوا سوري عزيزتي غادي. هلا انت غادي فرانسيس بكل ما تمثلين بدك تشيل جبران من السياسه؟ والله صراحه جبران شوف شو بدك تعمل، يعني صمت قدام الغرب والعرب وقدام ملياراتهم، بس بتحداك تصمت قدام غادي. ايه غادي كثير قويه، يعني منافسه هي توني ابي نجم غادي. ليكي يا غادي، ميشيل عون وصل على بعبدا لانه ميشيل عون وقف مع الحزب مش تيوصل لبعبدا، لانه كان بيامن باللي عم بيمارسه الحزب، كان اهيلنه بكثير يكون تاني مال ويوصل بدعم الاكثريه بوقتها ويلي وراهم. وقفت ميشيل عون مع الحزب كانت اقتناع، ايه شيء منك سامعه فيها بركه. وقفته مع الحزب خسرته كثير، فبعتقد انت ما بتمثل الحزب تتحكي باسمه، ولا هن بعتقد ناطرينك تحكي باسمهم. عزيزتي غادي، انت قبل ما تدعسي هيدا الخطاب دعسي الصرصور ما تهربي منه. عزيزتي غادي بالنهايه بقول لك هدي وقدي قد ما بدك، وغدي لناظره قريب. من وين بفرخوا هولي؟ من وين بفرخوا؟ اول ضيف معي اليوم جاي من عالم التسويق والماركتينج،
وهو خبير استراتيجي تسويقي، عم تشوفوه على السوشيال ميديا اكيد هلا. ضيفي هو جو غنطوس. هاي مرحبا، كيفك شربيل؟ ماشي الحال؟ تفضل. زيد فضلك جو، كيفك؟ كتر خير الله، كثير منيح، كتر خير الله. يعني عم بعتقد الكل عم بشوفوك، مش الكل يعني، بس انه كثير عالم عم بشوفوك على تيك توك اكثر شيء. ايه ايه باخر مدة. صحيح ما هيك؟ صحيح. ماشي الحال مع التيك توك؟ ايه معلوم معلوم. جو انت خبير استراتيجي تسويقي. نعم. يعني انت البيج تبعك اللي على تيك توك تحكي عن كل شيء له علاقه بالتسويق. صحيح. اللي عم بيصير. صحيح. بالعالم وبلبنان بمجال اختصاصي. ايه اكيد. شو الفرق بين الخبير التسويقي وخبير استراتيجي تسويقي؟ هو الخبير الاستراتيجي التسويقي مختص بالخطط، يعني يلي هي اساس التسويق. لانه اليوم شربل اذا انت بدك تعرف التسويق بتقول هو الاستراتيجيه يلي بتوصلك للزبون المستهدف تبعك وبتخليه يتعرف. اول شيء يتعرف على البرودكت تبعك، ثاني شيء يعجب، ثالث شيء يوثق لحتى يشتري. يعني الاستراتيجيه هي الاساس. كرمال هيك انا مخصص بالخطه قبل التولز. اوكي. شو احدث شيء هلا شو الاتجاهات؟ يعني شو بيقولوا ايه الاتجاهات الرايح عليها التسويق؟ شو الترند هلا؟ هو الشورت فيديوز، التيك توك خلى، يعني هاي انا بقول عنها دائما الايرا تبع التيك توك. يعني التيك توك خلى شورت فيديوز هو الترند، وهو اكثر شيء عم يعطي ريتيرن من الطرق الثانيه على السوشيال ميديا. التيك توك صار اذا بدك طول اساسي. صحيح صحيح. معلوم معلوم. لانه انت وقت تحط شيء وانت بتعرف من حالك، يعني وقت تحط شيء على تيك توك بيوصل اكثر اذا كنت حاطط الكونتنت بالطريقه المضبوطه وعارف كيف تحط تعمل المحتوى، بيوصل اكثر من غير نتوركس. وبالاخر اليوزرز المستعملين شو بدهم الا ما يوصلوا كرمال هيك. هو بس منه تشيب عم بيكون، يعني لانه عم نشوف كثير اشياء رخيصه. ايه؟ على التيك توك. ايه؟ بمقابل اشياء منيحه، بس دائما بتعرف الاشياء اللي مش منيحه هي بتعطي الايمج. يعني صحيح. بس انت مثل ما بدك تشوف على تيك توك هو بيصير، هو فلكسبل، يعني انت على شو بتتفرج بيصير يفرجيك اكثر. اذا بدك ما بتحذف الماتيريال اللي انت ما بدك تشوفها بيصير ينظف لك اياهم. بس التيك توك مثل معرض، اوكي، مثل جنينه كبيره فيها ستاندات لكل الاشياء، في اشياء جديه وفي اشياء بتضحك وفي اشياء بلا طعمه والى اخره، انت بتنقي وين توقف وانت بتنقي وين تتفاعل. طيب رح نشوف اول فيديو من الفيديوهات اللي بتعملها. نعم. انت. نعم. بس قبل عندك كافي لوكس 2 ان 1 3 ان 1 وكابوتشينو. كابوتشينو كابوتشينو. خلينا نشوف فيديو بهالوقت. ايه اكيد. وبنرجع نحكي عنه. اوكي. هالعتبة انتو اكبر قدر معمولة لتمنع الماي تمرق من هون لهون، وحتى تمرق هالماي بدو يكون مستويها اعلى من العتبة. بالبزنس والاعمال نفس الشيء، في شيء اسمه العتبة. احيانا البزنس تبعك ما بيجيب لك مردود، مش لانه مجهودك غلط او شغلك غلط، لانه المجهود اللي حطيته او الاستثمار اقل من ما هو مطلوب، اقل من عتبة البزنس تبعك. فكرمال هيك ضروري قبل ما تدخل بزنس معين تعرف عتبة البزنس تبعك، يعني المجهود او الاستثمار المطلوب لتنجح بهالبزنس وعلى اساسه تستثمر او تعمل مجهود. وهيدا التكتيك اسمه تأثير العتبة. شفنا الفيديو. نعم. عم تحكي عن العتبة. العتبة. خبرنا. نعم. شوي شو قصدك؟ يعني قديش، كيف واحد يعمل ستادي تيعرف قديش بده؟ لا انا قصدي بهالفيديو انه كل شيء، كل موضوع انت بدك تنجح فيه بدك تعرف شو المجهود المطلوب منك حتى تنجح، حتى توصل للنجاح. اوقات في عالم مثل كل المجالات، اوقات بتتعب على شيء وما بيعطيك ريتيرن، بتوقف وبترجع. كرمال هيك انت قبل ما تفوت بحيالله بزنس او حتى تعمل دعايه، لانه هيدي بتمشي كثير على الدعايات على السوشيال ميديا او بالديجيتال، الشركات الصغيره بتجي بتحط بادجت، بتكون البادجت صغير تبعها ما بتعطي ريتيرن، لانه هي بحاجه كان لمبلغ اكثر لتقطع العتبه حتى يطلع المردود. كرمال هيك بتسمع كثير عالم انت وبالاخص الشركات الصغيره بتقول لك مش عم يجينا ريتيرن، لانه عم بيحطوا مصاري صغيره
لازم يحطوا اكثر. ونفس الشيء بالمجهود يعني مش بس بال... انا حابب الحديث كثير لانه انا كمان شغلت التسويق وهيك. خبرني دبل كيف بيعرفوا هالاشخاص اذا انه عملوا ريتيرن الار او اي الريتيرن اون انفستينج على ليتس سي على هالدعايه يعني يعني عملوا بادجت هن على تيك توك كيف بدهم يعرفوا الريتيرن اللي هو بس من وراء الدعايه بيقدروا هلا بيقدروا اول شيء اذا خصصوا يعني دائما في عندنا ار او اي لحيلا الشيء عم نعمله في ار او اي مباشر وفي ار او اي غير مباشر السوشيال ميديا بيعطي نوعين يعني ممكن يجيك تليفونات مباشره او اسئله او اوردرز طلبات ليشتروا البرودكت وممكن يسمعوا تكون عم تقنعهم انت يعني تكون ما هو الشخص مش دغري بيجي بيشتري من عندك او صح. من اللي عم يعمل دعايه يعني بتكون انت دفشته اكثر عرفته على البرودكت تبعك ما قلنا نحن استراتيجيه انه انت تعرف بالقبل بعدين تخليهم يصيروا معجبين بالبرودكت تبعك يوثقوا فيك وبعدين يشتروا لكن انت بتكون عم تنقلهم من مرحله لمرحله هلا ما بيعرف او الزبون اللي ما بيعرف بيقول لك طب ما اخذ نتيجه صح. بيكون هذا بدي اقول لك ايه بيكون هاي دائما بنسمعها ايه لا هلا شو باكد لي انا انه هيدا الدعايه اللي عملت للريتيرن او هيدي الدعايه مش هيديك الدعايه بده يطول باله ودائما بده يتوقع يكون في ريتيرن من دعايه يعني. اكيد في ريتيرن من دعايه بس قلت لك في نوعين من الريتيرن اذا ما لقى دغري ريتيرن بيكون عم بياخذ ريتيرن غير مباشر عم بيقرب الزبونات ليسالوا لانه الزبون مش دغري بيقتنع وبيروح بيشتري طبعا بيكون عم بيعمل دعايه للاسم كمان يعني ما راح تروح دعايه انتبه ما هو العالم بتقول دائما انه الدعايات الاكشن اللي بتخلي بتطلب من الكلاينت او من اليوزر انه يشتري هي تعطي ريتيرن اكثر او بحسوا فيها اكثر لانه بيجيهم طلب بس انا بعاكس هالنظريه حتى لانه انا بقول الاويرنس كامبين هي بتنفع اكثر كيف بتنفع اكثر بس بدها جلد وبدها انفستمنت لك لحتى انت تاخذ حق البرودكت تبعك اغلى من غيرك بده يكونوا بيعرفوا العالم اكثر فانت كل ما عملت اويرنس كل ما عم تعطي قيمه اعلى للبرودكت تبعك عرفت كيف هيدا قديش بدك تكون الاشخاص المستلمين لك الماركتينج او الموظف يمكن عندك يكون ماركتينج نعم. بده يستفيد من حيالله شغله بتصير ما هيدا عصر هالاشياء يعني اذا بتلاحظ الاشياء اللي مش محضره الطبيعيه اللي بتصير باللحظه اذا عرف الماركتر استغلها هي اللي بتروح فايرل خلينا نشوف الفيديو الثاني نعم عن هالشغله نعم عن شركه خلينا نشوف عن حمله اوكي طلعت سيارتها من 48 ساعه بس الكبايه تبعها بعدها منيحه دلوا هالفيديو للآخر كتير مهم مش رح تصدقوا يلي رح تسمعوه بس هيك بيستعملوا السوشيال ميديا هيدا الفيديو صار واصل ل 52 مليون شخص بظرف 48 ساعة مثل ما شفنا احترقت سيارتها وزعلت بس انبسطت انه الكباية تبعها بعدها بخير يلي هي من ماركت ستانلي وبعده صوت التلج فيها وبتعمل تاج لهالماركة مباشرة امبارح بيردوا عليها على هالشكل التالي We've never done this before, and we'll probably never do it again, but we'd love to replace your vehicle. الرئيس التنفيذي لستانلي بيعتذر على اللي صار معه وبيقدم له سيارة محل السيارة اللي احترقت. وبعتقد اللي قدموه منه كتير بمقابل اللي عطتهم إياه بطريقة غير مباشرة. فمثل ما شفنا هالفيديو صار واصل لأكثر من 50 مليون شخص بهيك رسالة قوية هيدي حقها ملايين دولارات قد ما تكلفوا على السيارة 20 أو 30 ألف دولار قليل بس برافو عليهم صراحة هيدا أفضل درس نتعلمه كلنا أنا وإنتو على الاستعمال الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي وكيف الماركات لازم تستفيد من السوشيال ميديا سايفوا هالفيديو وشاركوه مع كل الأشخاص حتى يستفيدوا بنفس الوقت بالتوفيق شفنا طرقت سيارة مظبوط البنت عملت فيديو هيك يعني تسلاية عم تقول لهم انه ستانلي الماركة تبع الكباية تبع صحيح الكباية تبعتها انه استفيدوا منها اتصلوا فيها وبعتوا لها سيارة جديدة اشتروا لها سيارة جديدة هي عملت لهم دعاية حق ملايين دولارات ببلاش اكثر من السيارة على 10 أكيد. مرات حق ملايين دولارات ببلاش 100% بس قديش كانوا اذك يستفادوا 100% هيك الاستعمال الصحيح للسوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا مش بس تحط بوستات مش بس انه تحكي انت بدك تسمع على السوشيال ميديا وبدك تخلي زبوناتك
والاودينس تبعك هن يحكوا عنك مثل ما عملوا مع انه ما في ريتيرن دايركت من الدعايه. ايه بس في اسمها اليوم هالماركه مكسره الدنيا برا 100%. بتنزل البضاعه تبعها بنص ساعه بيروحوا الكبايات تبعها عم يشتروا الكبايه حسب ب 40 دولار ويبيعوها ب 1000 دولار على الامازون. تصور كله بسبب السوشيال يعني ميديا. يمكن غير شخص لو ما انه هالقد سمارت وما انه هالقد كاتشي بالماركتينج كان اكثر شيء يعمل ريبوست بس صح؟ ايه اكيد يا مصايره اوقات كثير اشياء بتقول انت اللي عم لازم يضربه. ديجيتال ماركتينج صار اهم من الاوف لاين ماركتينج. اكيد صار اهم ومن زمان وبس انا بآمن انه هو ما استبدله، هو بيكمل التراديشنال ميديا. اذا عرفت التراديشنال ميديا استفادت من الديجيتال، مثلا اليوم الراديوات الراديو اليوم عرف كيف يستفيد من الديجيتال، كله صار في ابلكيشن، صار الواحد يسمعك اذا كان مسافر بالقبل بس الراديو صح. مثلا لوكال هلا يعني بده يعرف التراديشنال ميديا يقدر يستفيد من الديجيتال ميديا او ديجيتال ماركتينج لحتى يضل مستمر. مع انه بعدك بتشوف الاوفلاين ماركتينج اسعاره بعدها اعلى بكثير يعني اوقات من الاونلاين ماركتينج. لا اونلاين ماركتينج يمكن لانه انت بتقدر تحط الرقم اللي بدك اياه بتعمل مش بس هيك بلان تبعولك شربي التراديشنال ميديا مثلا وقت تحط بيلبورد صح. اوكي هن بيقولوا انه بيشوفوه عدد كبير من العالم وبيقبضوا عليها. اوكي الفرق بين مثلا على سبيل المثال اخذنا البيلبورد والديجيتال، الديجيتال بيروح لكميه اقل من العالم بس تارجتد اكثر كرمال هيك حقه ببين ارخص. بس الديجيتال منه ارخص من تراديشنال ميديا لانه لو الديجيتال بدك تصيب نفس العدد اللي بده يصيبه البيلبورد بيكون غالي بتدفع كتير، بس انت بالديجيتال عم تروح لتارجت صغير كرمال هيك عم تحس انك عم تدفع اقل بس هو منه ارخص. طيب انا كان بعد عندي كتير اسئله عن جد بركي بنعمل لنا حلقه ثانيه اكيد اسمعك. انا بدي اتشكرك وانا بدي اتشكرك على المعلومات اللي اعطيتنا اياها لي الشرف اقعد معك ان شاء الله. هيك البيج تبعولك كتير حلوه وكثير بتضوي على اشياء لازم العالم يعرفوها. ميرسي ميرسي كلك ذوق. قبل ما تفل في لك كادو من كافي لوكس. كلكم ذوق. ثانك يو كلكم ذوق يا عمي. وبدي اتشكرك مره ثانيه. انا بنفس الوقت جيب لك كادو كمان كادو هذا الكتاب تبعي امبلوي ادفوكسي اون سوشيال ميديا. ميرسي هيك متبادل الكادويات. كلك ذوق. يلا لكن نطلع بريك، بعد البريك ضيف كلكم ناطرينه نسهر سهره مهضومه يعني شو بدي اقول لكم ضيفي فنان مارون نمنم يعني اكيد عرفته. يلا ناطركم.